لكن لا يمكن ان انا اودع انا شخصيا 2016 دون ان اتذكره. والاستاذ ما كانش علامة فارقة بس في حياتي، كان علامة فارقة في حياة مصر. هذا رجل كتب تاريخ مصر في اوقات حاسمة. رحل استاذي محمد حسنين هيكل في بداية هذا العام، فبراير من هذا العام. يمكن في فترات كنا عارفين ان السن والحياة والأقدار لابد ان تكتب للرجل النهاية، لكن لحظة النهاية بتبقى دايما صعبة جدا، ولحد هذه اللحظة انا بفتقده. لسه النهاردة كنت بتكلم مع مدام جيهان مديرة مكتبه، و قد ايه احنا مفتقدين الرجل والكاتب والاديب والسياسي والصحفي. هذا الرجل لم يكن فقط الرجل اللي انتوا تعرفوه في الكتب، الرجل اللي انتوا بتقروا كتاباته. كان الاستاذ هيكل شخص فائق الروعه، عبقري في كل مجالاته. تختلف تتفق معايا، هو علامه فارقه وهيفضل علامة فارقة. في 2016 ودعنا الأستاذ. في 17 من فبراير هذا العام غيب الموت الأستاذ محمد حسنين هيكل، صاحب الفكر والقلم الذي لقب بصحفي القرن العشرين في العالم العربي بلا منازع، بعد رحلة طويلة مع صاحبة الجلالة امتدت لأكثر من 70 عاما، ليرحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 93 عاما. أستاذي الذي كان أبي وأخي وسندي، هذه الحلقة وكل الحلقات ليست نعيا لك، بل شكرا على سنوات هي تاج على رأسي وشهادة هي ذخر لحياتي وحياة الملايين، ووصية لن أنساها، أعدك لن أنساها. كان للأستاذ هيكل مدرسته الصحفية النادرة لما تميز به من تحليلات لما يدور في الشارع السياسي وإتقان وبراعة السرد الصحفي في كتاباته، وهو ما تجسد جليا في سلسلة لقاءاته التلفزيونية مصر أين وإلى أين. كل رجل يملك أن ينعزل، يملك أن يستقيل، أن يعتزل، لكن الأمم لا تستطيع أن تعتزل. طالما أنت مقررة أو إحنا مقررين أن نعيش في هذا العالم وفي هذا العصر وأن نتقدم، وأنه شعوب لا تنتهي، شعوب لا تستقيل، لا تنتحر، فأنت قدام ضرورة أن تجدي حل. ساعة ما تبقي قدام ضرورة أن تجدي حل، الخطوة الأولى له أن تجدي أمل. تاريخ طويل مع دنيا الصحافة والسياسة تعجز الكلمات عن وصفه، وإن كانت تقديرات أصدقاء الأستاذ وتلامذته لمراحل حياته تمثل شهادات حية وصادقة لشخصيته البارعة. كيف كانت العلاقة؟ وأنت كنت شاهدة على جزء كبير من هذه العلاقة. بس أنا بس عاد بقول الأول إن بيعز عليا أني أقف الموقف ده. صحيح. أنت عارفة ساعات الواحد في علاقته ببعض الناس بينسى إن الإنسان عمره محدود، بيبقى حاسس إنهم دول هيعيشوا إلى الأبد، عارفة إزاي؟ فبالنسبة لي أنا شخصياً كان الأستاذ هيكل في الموقف ده، يعني لما بتسأليني عن العلاقة اللي بينه وبين والدي، إحنا طلعنا لقيناه يعني على طول، وكان دايماً يعني قبل ما يبقى فيه خطاب الأستاذ هيكل مع والدي، يتناقشوا في الخطاب وبتاع وكده، يعني هو كان المحاور معاه. أنا لغاية دلوقتي سواء صدقتيني والمشاهدين صدقوني وخالد صدقني ولا لا، أنا لغاية دلوقتي مش مستوعب فكرة أنه لم يعد موجودا. تقريبا أنا شايف قدامي أسلوب حياة. أنت بتحكي على رجل منظم بعيدا عن اليقينيات اللي موجودة في حياتنا، بإمكانه يكون عنده عقل ثنائي ياخد ويعطي معاكي، بحب الفن، بحب الحياة، بحب الأكل، بحب السفر، بحب السينما، بحب الفن بكل أنواعه. أنا بعتقد أن من أفضل سنوات الأستاذ هيكل هي سنوات 10-15 سنة الأخيرة، لأن في نمرة واحد هو أكتر واحد حاور الشباب، نمرة 2 كان هو أكتر واحد اتكلم على المستقبل رغم أنه متهم الماضي مهم جدا، هو متهم بالماضي، يعني هو رجل الماضي.
تقريبا مفيش شاب في الصحافة حتى كان يحب يشوفه كان بيشوفه، أو الشباب لما في يناير ويونيو كلهم شافوا. بصي هاتي أي اسم من الأسامي التي ظهرت وكانت مؤثرة أو فاعلة هو سعى ليها. أنا من الجيل اللي هو شافه بدري في 76، وكان الناصريين اكتسحوا انتخابات اتحاد طلاب الجمهورية، فهو طلب من الأستاذ سلماوي إنه، وكان على أستاذنا أو كان بعيد الحقيقة في الجامعة علينا، فهو طلب إنه يشوفنا فحصل. ففكر دايما الجديد، كل حد يبقى مؤثر في الأحداث وهو بيحب يشوفه ويسمع، لأن الصحفي عنده هو الأساس. وبعد أن أغلق 2016 ستائر أيامه، يفارقنا الأستاذ بجسده، لكنه سيبقى بتاريخه الطويل ومؤلفاته التي صارت ذاكرة للأمة. طارق أحمد، هنا العاصمة. وكم نحن أحوج إليك في هذه اللحظات أستاذي، رحمك الله.